ومعانا كمان الأستاذ صابر من الجيزة. أستاذ صابر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ نعم والحمد لله. الحمد لله والشكر. أنا الله يخليك، في عندي ليا سؤالين. طيب اتفضل يا فندم. يزيد فضلك. السؤال الأولاني حضرتك، أنا بيجيني حالة إغماء وحالة من الصرع لما بسمع في حالة وفاة سواء من العيلة أو صديق، وحضرتك لما سواء ومحرم عليا مش قادر أنا أحضر لا جنازة ولا أحضر عزا، ومش قادر أنا. حضرتك سنك كم يا حاج صابر؟ نعم. حضرتك سنك كبير؟ أيوة. طيب أنا أقول لحضرتك، حاضر. ومش قادر أزور قبر المحكوم والمعروف. طيب أقول لحضرتك، أدي بالك بس يا حاج صابر، أقول لحضرتك نعمل إيه؟ حاضر يا حاج صابر، حاضر. السؤال الثاني حضرتك، ده حتى حضرتك لما زرت أنا الحج حصل نفس الحاجة لما شفت قبر الرسول والكعبة. أقول لحضرتك، حاضر. حضرتك السؤال الثاني، هدي بالك يا حاج صابر بس. صدقني هتتحل انت اسمك صابر، صدقني اللي انت فيه ده هيتحل ان شاء الله، انت اسمك صابر وان شاء الله ربنا هيتجلى عليك بالصبر وتبقى زي الفل. قول لي السؤال التاني. انا ما شفتش بنتي بقى 31 سنة. ايه اللي بينكم بعد الشر؟ رجعت سيادتك من حرب الخليج سنة 90 وما كانش ليها شقة، فحضرت قعدت مع والدتها وابني وابني وهما وبنتي ولد وبنت في الشقة بتاعت والدتها، وبعد كده حصلت حضرتك مشاكل. عملت لها، كنت عامل لها توكيل عام في بنوك وفي كل حاجة، طمعت بالحاجات اللي هي اللي كنت بحولها طوال 15 سنة عند أهلها، وبيت أنا كنت بنيه في جسر السويس حضرتك طمعت فيه. يعني خدت بالتوكيل كل الحاجات دي؟ أيوة حضرتك. وبعدين اضطردت من البيت، فمن ساعتها من سنة 90 حضرتك قابلت ابني بالصدفة، جه عاش معايا وكان عمره 11 سنة، والبنت كان عمرها 8 سنين قعدت معاها. حاولت ان انا اشوف البنت عند المدرسة، بلغت امها قالت لها ده كان ابويا كان هيخطفني. طيب. وحاولت حضرتك في المحاكم، الله يخليه حضرتك محامي، اربع سنين احاول انا اضمها، ما عرفتش اضمها عشان تعيش مع اخوها. طيب. وحضرتك لغايه دلوقتي عمرها 39 سنه ما اعرفش عن حاجه، لو شفتها ما اعرفهاش. وحضرتك جوزها توفى ومعاها ثلاث اولاد. طب خليني اكلمها يا حاج صابر. انا هكلمها. ابني الكبير حضرتك عنده 43 سنه، لما يجي بيكلمها تقول له انا ابويا مات. طب خليني اكلمها يا حاج صابر. طيب انا خليني اكلمها واقول لحضرتك تعمل ايه عشان الخوف من مسألة الوفاة دي. أول حاجة يا حاج صابر، المسألة دي يعني أنا قلبي معاك، أنا مش عارف التفاصيل الكتيرة، لكن مهما حصل أنا قلبي معاك. أنا كأب قلبي يتوجع على إن في أب مش قادر يشوف أولاده، أيا كان اللي عمله الأب ده. يا بنتي أنت ممكن حياتك كانت تبقى أحسن من كده كتير، ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان يبارك لك في حياتك الأسرية. لسه عندك وقت تستطيع ان انت تفتحي ابواب البركه على حياتك. ابوكي ده هو وامك هم جنتك ونارك. ارجعي لابوكي وحاولي ترضيه. مش ترضيه عشان هو قد ايه عمل لك مصلحه. ابوكي ده كان هو السبب، ربنا جعله السبب ان انت تكوني عايشه. فكل اللي حصل بعد كده، لان التابع كل حياتك دي تابعه لعيشته مع والدتك، فانت عايشه ببركة وجود والدك في الحياة. فاتقي الله في نفسك واتقي الله في حياتك. أبوك اللي زعلان ده، بالمناسبة اللي حصل ده اللي عند والدك ده جزء منه هو اسمه تعب ما بعد الصدمة. هو إيه اللي حاصل؟ هو خايف لما يموت. كل اللي عمله ده هو كان عمل كل ده وجمع الفلوس دي عشان بعد ما يموت يبقى فيه ذكرى ليه مع أولاده. فانت لما خدت الفلوس هو حس ان الموت ده شيء مخيف، فعشان خاطري وعشان خاطر ربنا ولاجل خاطر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الاب اللي علمنا ازاي نحترم الاباء والامهات، لاجل ما النور ينور في قلبك ويحصل البركة في حياتك وتذوقي حلاوة ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوسع الارزاق.
اجبري بخاطر الراجل ده. الراجل ده هو خلاص اللي بيستقبله من الحياة بيستقبله بأنوار إن حواليه أهله وناسه مهما حصل. أبوكي. الأمر الثاني إن مسألة بقى مسألة الخوف من الموت، أنا أنصحك بشوية حاجات. أول حاجة حاول تقرأ الفاتحة 7 مرات قبل النوم، لأن حضرة النبي علمنا إن الفاتحة ليها أسرار، من أسرارها اللي بتستخدم في الرقية. فحاول تقرأ الفاتحة 7 مرات قبل النوم، وحاول كمان تكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يجيلك الشعور ده خليك على طول تذكر حضرة النبي، إني واعلموا أن فيكم رسول الله، ورسول الله انتقل فهو مازال في حياتنا، إذن الموت هيبتدي يخف في حياتك. ومن أفضل صيغ الصلاة الصلاة على حضرة النبي، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. إن شاء الله ربنا يكرمك، وإن شاء الله يذهب عنك كل ده.